من جهته أكد الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العالمي من المملكة العربية السعودية، أكد أن قناة الجزيرة القطرية لم تتخلى عن سياستها التخريبية ودورها العدائي في المنطقة حتى بعد مخرجات قمة العلا. يعني احنا لا ننسى اتفاق العلا في المملكة العربية السعودية، وكان مناسبة جيدة لإنهاء المقاطعة مع قطر، ولكن للأسف الشديد لا قطر ولا قناة الجزيرة يعني أعلنت صراحة أنها ستتخلى عن سياستها ودورها العدائي في المنطقة، سواء اتجاه البحرين الشقيقة أو اتجاه أي عامل آخر له علاقة بوحدة وتعايش وألفة شعوب مجلس التعاون الخليجي. يعني أنا أتذكر في محنة الصيادين البحرينيين مؤخرا أيضا لم تبدي قطر أي نية حسنة كما أبدت البحرين الشقيقة، بل أن قناة الجزيرة القطرية يعني ما زالت إلى اليوم تشن حملتها العدوانية للأسف مشبوهة ضد مملكة البحرين الشقيقة، وهذا طبعا يعني أكاذيب مفضوحة، ادعاءات مضللة تسعى إلى شيء واحد أستاذ، هي تسعى لتشويه الأوضاع في البحرين والتحريض على البحرين، فهذا طبعا الأمور لا تنطلي علينا، لا تنطلي على شعوب مجلس التعاون الخليجي أو حتى على الشعوب العربية.